هل المسيحيه رخصه علشان اعيش حياه مستهزئه او مستهتره او حياه منفتحه او حياه ما عليهاش اي قيود؟ بالعكس، ده المسيح نفسه بيدين النظره، من نظر الى امراه فاشتهاها فقد زنى بها في قلبه، بيدين الاتجاه الداخلي قبل ما بيطلع من بره. الكذب والرياء والمبالغه، يعني كل حياه المسيح هي حياه واضحه شفافه، وفعلا حياه من الجدير انه الواحد يتمثل فيها لانه المقياس الكامل. طبعا اكيد.